فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفام. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم باش نواصلوا حديثنا على الموضوع اللي حكينا فيه في الحلقه الماضيه والمتمثل في الفشل الكلوي. شفنا في الحلقه الماضيه ارقام حول الاصابات بمرض الفشل الكلوي في تونس وحكينا على وظائف الكلى واهميه العضو هذا في جسمنا. اليوم باش نحكيوا على اسباب وعوامل الاصابه بالفشل الكلوي المزمن وباش نحكيوا ايضا على طرق للوقايه من المرض هذايا. معظم الاحيان يحدث الفشل الكلوي المزمن نتيجه الاصابه ببعض الامراض اللي تمنع الكلى من اداء وظيفتها لفترات طويله. الامراض هذه نلقاو السكري، ارتفاع ضغط الدم، ايضا سرطان المثانه البوليه، تضخم غده البروستاتا، حصى الكلى، سرطان الكلى، العدوى نتاع الكلى يعني الانفكسيون اللي تصير في الكلوة، بعض الامراض الروماتيزميه، التهاب الأوعية الدموية، انسداد جزئي أو كامل للشريان اللي يزود الكلى بالدم. عوامل خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي هذه. هذه العوامل اللي ذكرناها. تشمل أيضا عوامل خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن أمراض القلب، تدخين السمنة، ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إصابة أحد أفراد العائلة بأمراض في الكلى. هذه كلها عوامل تنجم تؤدي إلى الفشل الكلوي، فما العامل الوراثي كما قلت. نجيو توا الى مضاعفات الاصابه بالفشل الكلوي. شنو ينجم يطرا على صحه الانسان بعد الاصابه بالفشل الكلوي؟ يوجد بعض المضاعفات المرتبطه بالاصابه بالفشل الكلوي، اهم احتباس السوائل، تضرر قدره الكلى على افراز السوائل الزائده، يسبب هذا حدوث امتاع بعض الانتفاخ في الاطراف والرئتين، اضافه الى حدوث ارتفاع في ضغط الدم، ايضا اضطراب نظم القلب، يقل افراز البوتاسيوم من الجسم ما يؤدي الى ارتفاع مستوياته في الدم بشكل سريع، وهذا يؤدي الى حدوث اضطراب حاد في نظم القلب قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. تعمل الكلى على موازنة مستويات الفوسفور والكالسيوم في الدم، وهما زوز عناصر حيويين لبناء العظام، هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بتركيز المعادن هذه وإلى ضعف العظام وزيادة احتمالية حدوث الكسر فيها. يحدث فقر الدم نتيجة انخفاض هرمون الإريثروبوتين اللي يتم إفرازه من الكلى والمسؤول عن تحفيز نخاع العظم لإنتاج كريات الدم الحمراء. نجيو توا لبعض النصائح اللي تنجم تحمينا أو تقينا من القصور الكلوي. أهمها امتناع عن شرب المياه الغازية الجازوز. الجازوز من أخطر المشروبات اللي تسبب الفشل الكلوي وتضر كلى الأطفال بوجه الخصوص. ردوا بالنا من تعاطينا أو من الكمية اللي نشربوها من المياه الغازية، نقللوا منها إلى أقصى حد. أيضا التوقف عن تناول رقائق البطاطا المقلية المنكهة بأنواعها، التشيبس، تجنب اللحوم المصنعة بكل أنواعها، تقليل التدريجي للملح في مختلف الأطعمة حيث أنه هذا يحمي الكلى من أخطار عديدة. الملح راهو يشكل خطر على الكلى متاعنا وأيضا على الجسم متاعنا بشكل عام. تجنب الإفراط في تناول الموالح والمسبرات خاطرها تزيد نسب الأملاح والأحجار في الكلاوي، بينعكس بالسلب على الكلى. الاهتمام بشرب المياه باستمرار لأنها تعدل نسب الأملاح في الجسم ونسب المعادن. شرب الماء مهم برشا. التوقف عن الإفراط في تعاطي مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي لتلف الكلى. النوم العميق والكافي أثناء الليل وأخذ قسط وافي من الراحة الجسدية، هذا يعاون جسمنا على مقاومة عديد الأمراض. وفي الختام الاهتمام بتنظيم الحركة وجعل الرياضة من الطقوس اللي تم ممارستها يوميا. الحركة مهمة برشا والرياضة أيضا نجم تحمينا وتقينا من القصور الكلوي. فوكس لليوم انتهت. كانت معكم كالعادة سمية حمدي في الإعداد والتقديم ومحمد ضيف فجرية في الإخراج. نتلقاو إن شاء الله غدوة في موضوع جديد باش يكون تلقي مجموعة من الأطفال في قبلي وقفصة جرعات تطعيم مركزة باش نشوفوا مدى خطورة الجرعات هذه على حياتهم مع مختصين. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.